بيان هيئة الأرصاد الجوية اللي بتتوقع فيه الهيئة النهاردة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، هيسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد بشكل عام، وهيكون لطيف على السواحل الشمالية. هيئة الأرصاد كمان بتتوقع أنه النهاردة هيشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وهيكون مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية في مدينة السلوم. خلونا نشوف بشكل مفصل درجات الحرارة العظمى والصغرى على كل محافظات مصر في هذا البيان، ونرجع لحضراتكم مرة تانية.